التحية متجددة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء عشاق الأصايل، متابعينا في كافة أقطار العالم، من هنا من أرضية هذا الميدان. هكذا الانطلاقات مستمرة مع هذه الفئة العمرية وخاصة مع أشواط الانتاج. نسير مع انطلاقة ثالث أشواط هذا اليوم والخاص بفئة الإبكار. نسير ونتابع المقدمة والصدارة الأولى، هنا الشاهينية، ثاني بن أحمد بن ثاني الفلاسي، بينما ينتقل الى المركز الثاني ليتابع هنا ايضا اللي قادمه وتتدخل بكل قوه في هذه اللحظه الجميله. يا سلام، هذه هي الزباره اللي واصله على المركز الثاني، قادمه ايضا بشعار خليل بن ناصر الشهواني، بينما اتابع المركز الثالث اللي قادمه هنا حظ لاحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان، بينما اتابع المركز الرابع من الجانب الآخر الغادمة هنا متعبة لسعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. هذه هي النتيجة للأربعة المراكز الأولى، ولكن بعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط، إلى البداية الأولى، إلى الشاهنية. الله يا مسيرة الشاهنية، الله يا انطلاقة الشاهنية. هذه هي مسيطرة ثاني بن أحمد بن ثاني الفلاسي، بينما هنا اللي رافع راية التهديد حظ على المركز الثاني لأحمد بن مبارك بن سعيد بن مرقان، معركة ثنائية ما بين حظ والشاهنية، ولكن حظ الشاهنية أوفر. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار إلى ثاني بن أحمد بن ثاني بن عتيق الفلاسي. تهانينا والناموس وبدون يوامر بالفعل، بينما المركز الثاني حظ لأحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان، والمركز الثالث اللي احتلته متابعينا الكرام اللي هي متعبة سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. هكذا